الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواجب على الداعي إلى الله تعالى أمور كثيرة، وإن شاء الله تعالى أقف مع ثلاثة منها وأدع المجال لمن بعدي ليدلي بدلوه وما وفقه الله تعالى وما يسر له أن يقدمه للناس وللإخوة. الأمر الأول الإخلاص لله تعالى، أن نخلص جميعا أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا لله تعالى. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. الناس انتبهوا يا جماعة، لأنه في ناس الواحد بيدعب وبساهر وبيتعلم وخش المساجد ويبتلى بأعداء الدعوة وهكذا، ويسمع من الناس الكثير من الأذى، فإذا لم يكن عمله خالصا لله تعالى فإني لا أقول أنه يتعب نفسه فقط، بل يجر على نفسه الشر من حيث لا يدري. لأنه يا جماعة ما مخلص مش العقوبة إنه عمله بس بيحبط، العمل الما فيه إخلاص ما كذي، بس العمل بيحبط وبكون عليك ذنب. يعني تخيل زول تعبان ركب مواصلات وجاي وعرقان ووصل لحد مكان المحاضرة ويتكلم وما أخلص لله تعالى ومشى رجع، الخسارة مش إنه بس ما عندك حسنات، لا عليك ذنب. يعني زول بيجي بيعمل العمل الصالح وعليه ذنب، مش الموضوع خطير؟ قالك أول من تسعر بهم النار ثلاثة. قال رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت لأجلك العلم علمته وقرأت فيك القرآن. فيقول الله: كذبت، وإنما تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ورجل تصدق أنفق في أبواب الخير فيؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: ما تركت سبيلا يقرب إليك إلا وأنفقت فيه ابتغاء مرضاتك. فيقول الله: كذبت، وإنما أنفقت ليقال كريم جواد وقد قيل،
ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، ورجل قاتل حتى قتل فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها فيقول ماذا عملت بها، فيقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت شهيدا، فيقول الله كذبت وإنما قاتلت ليقال جريء شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث ذا أبو هريرة رضي الله عنه لما ذكره لمعاوية رضي الله عنه بكى وقال صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نازل عملوا أعمال أعمالا هي من أجل الأعمال، زول احفظ القرآن ويتعلم العلم ويعمل به، كونه تتعلم العلم ده زي ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أفضل من الصلاة والصيام والقيام أي النافلة، وكونه يتعلم للناس ده خير لو كنت أخلصت فيه لله تعالى، الخير ده قال لك ما بقي في الحياة بعد تموت ذاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وابن عثيمين قال الولد بيموت في رياض الصالحين في الشرح، قال الولد بيموت والصدقة ذات الجارية بيجي يوم بتقف، سويت لك مستوصف صلطوا علينا ناس مرات بيشيلوه، حفرت لك بير في ناس بيجوا المهم بيلخبطوها مرات، هاي بنيت لك جامع تراه زي داق، تعال الموضوع ده ما طويل والله، بيتبع في ناس بنيت لك جامع خير عمل خير، لكن في ناس بيجوا بيسلطوا وفي النهاية يبقى قد يكون بدل منارة لنشر الخير يبقى بؤرة لنشر الباطل والبدع والشر. لكن قال الشيل بمش العلم النافع، العلم النافع، وده ما معناه والأعمال الثانية دي أو الأمور الثانية دي معناه ما فيها خير، فيها خير، كونه تبني مسجد ده خير كبير، كونه تعمل مستوصف طبي ده خير كثير، وكونه تحفر بير في قرية الناس محتاجة للماء ده خير كثير، لكن ده في النهاية بيجي يوم قد ينتهي. لكن كونه تنشر العلم والناس يتلقى هذا العلم وتنشره ده خير كبير لك وده مستمر، فلذلك مستمر إلى أن يشاء ربي شيئا. فجماعة الزول يخلص لله سبحانه وتعالى قبل ما تتعلم، أخلص لله، أجمع النية دي أن تقصد بهذا العلم وجه الله والدار الآخرة، مش تتعلم عشان يقول والله موصل زول والله حفظه قوي خلاص، ولا يقول لك الزول لا والله ما شاء الله ولا في حاجة بتقيف عليهم، وأي سؤال يسألوه بيجاوب طوالي، والزول ده متعلم والزول ده بليغ والزول ده نشر الدعوة والزول ده كذا والزول ده كذا، ده كل ما تشتغل به، وإنما تعمل العلم وإنما تعمل العمل تبتغي به وجه الله والدار الآخرة. شكرا يا جماعة. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال في قول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إذا كان العمل موافقا للسنة وأراد به العبد وجه الله تعالى فهو الخالص الصواب، أو كما قال رحمه الله تعالى. يا جماعة الزول يخلص لله سبحانه وتعالى، وبعدين الزمن ده الكلمة اللي بتقولها بتنتشر، ده موبايل بخدت لك قلت لك كلمة في الدين بتنتشر، انت عشان بعد تموت الحسنات دي تجيك في قبرك وتجيك في القيامة، يوم القيامة تلقاه وأنت في أمس الحاجة إليها. شكي رب العزة والجلال قال
جزاك الله خير. قال: ومن أحسن قولا ممن دعا شنو؟ إلى الله، إلى الله، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله، مش بتدعو تعمل لك في صنم لنفسك انت براك. وهذا المعلم ما شاء الله مؤصل، مؤصل بتاع شنو؟ وفي ناس مؤصلين وما أخلصوا، انجرفوا مشوا، وفي ناس أصلوا خالفوا، خالف الواحد منهم بعمله علمه إنها انجرف ضاع. تعمل عمل لله تعالى، وشوف من علامات الإخلاص ألا تنظر كثيرا إلى المستمعين. ودائما يا جماعة الزول يؤتى من قبل نفسه من جانب الصحبة ومن يحب. هزيت لو مسجد ناس ضدك، ذيل انت اصلا ما داير منزلة في وسطهم، هم ضدك وبيكرهوك وبتكرهون، لكن دائما الزول برائي للناس اللي بيحبهم. ده صاحبك وده بتتكيف له، وده الشيخ الفلاني، وده ما بعرف الفلاني، وداك الفلاني، وديل بيشكروك في العربية، يقول لك والله كلمة خطيرة، والله الليلة توفقتها، وده ذاته بضيعوك مرات. اعملوا حسابكم يا جماعة زول، ما يضيع الواحد، ما يضيع أخاه والله بالمدح ويضره. الزول صاح شافه كسلان يذكره، يقول له يا أخي الله يوفقك والعمل ده طيب وكذا وكذا، لكن ما طوالي لما تبقى زي عمك ذاك بتاع الفتحاب يشكروا فيه. والله ناس غريبين ذاته. شيخ مقبل سأله في نازل الإماراتية، قال له في واحد اسمه عبد الله السبت، قال له عبد الله السبت ده قال دعوة الزنداني انتشرت وأفضل من دعوة الشيخ مقبل. قال له هاي تعليقك شنو في نازل الإماراتية؟ أول شيء ردم عبد الله السبت ده، قال له كان كويس زمان ولخبته وكذا، ردمه أداه حقه ما قصر معاه ونحسه والله حسيب. بعد ذاك جل الزنداني بين الزنداني وإلى آخره، وجاب له مواقف. بعد ذاك جاء وأن الزنداني ما على منهج أهل السنة. بعد ذاك جاء قال أما الدعوة الحمد لله انتشرت وبين الانتشار، قال في المنطقة الفلانية والمدينة الفلانية والمنطقة الفلانية وكذا وكذا وكذا. بعد ذلك قال هذه الدعوة ليست دعوة مقبل، يتكلم هو عن نفسه، قال هذه الدعوة ليست دعوة مقبل، أنا والله لا أسوى بصلة. مقبل ابن هادي قال أنا والله لا أسوى بصلة، وإنما هي دعوة أهل السنة، هي دعوة الحق، دعوة الله تعالى إلى آخره، ذكر كلام بالمعنى. الشيخ الفوزان سألوه قالوا كيف نصل إلى علمكم وعلم الشيخ ابن باز؟ قال أما الشيخ ابن باز فعنده علم، أما نحن مساكين مثلكم لا علم لنا. الشيخ الفوزان تمشي تخش الشروحات أي كتاب في راسك ده كذا خدته، في الغالب تلقى عنده شرح له. الشيخ الألباني يصف نفسه إنه طالب علم، وغير من العلماء ومن أهل الفضل، بل الأنبياء الكرام. موسى عليه السلام تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بنكسر لله تعالى وينسب الفضل إلى الله تعالى. تجد تشكرك تبقى زي عمك ذاك قاعد، نقدم الإمام العلامة وقاعد، ولا بعلق ولا علامة، لا ما علامة ولا دو ولا دو. وقال برضه جاب لفت وقال فلان ده مرتد وكذا، سمعت الكلام، قال مرتد، وقال وافقني على هذه الفتوى العدسي والشيخ العدسي قال والشيخ الهواري، ودي الثلاثة علماء. يعني هو عالم وهن شنو؟ أنا ما لقيت زول في الدنيا زي زول، يعني كلهم علم. الناس ينكسر لله تعالى وتخلص لله سبحانه وتعالى. أي كلمة في الدين ده شفتها لو ما خلصتها ما تمرقها والله، بعدين تتورط. والكلمة دي تذكرها كثير. ومن علامات إخلاصك أنك تكون مسارعا في الخير. الزول يا جماعة الما مخلص نشاطه في محل معين، نشاطه ده في محل معين ناس برائي لهم، لكن المخلص ده جنبه زاوية بيخش ببلغهم دعوة، جنبه جامع بيجاي بيخش ببلغهم، في كاميرا مرفوعة بيشتغل،
ما في كاميرا برضو بيشتغل، شغلته ماشى والله الذي لا إله غيره. ما تقعد تعايم ها والناس زي شوية. وأنا واحد قبل فترة مسجد شغال معاون والناس بيجادوا في دجال في المسجد، مرقوه بعد 8 سنة قاعد في المسجد مرقوه، والمسجد فيه ناس بيناصروا في الدعوة، واحد عقيد في الشرطة جزاه الله خير فيه تواضع خش وكذا وقف ضد الدجال ده ومعاه كم نفر، المهم ناصروا الدعوة لحد ما الدجال ده مرقوه. والزول جابوه شغال درس، انت عارف جه قال لهم شنو؟ قال لهم يا جماعة أنا شغال معاكم 3 سنة انتوا بتتغيروا. قال لهم يا أخي الزراعة دي قال لهم بعد سنة بتقوم، قال كل مرة هي الحصاد يجي، انتوا 3 سنة يا أخي ما بتتغيروا؟ قال لهم 3 سنة. وزول شغال دعوة 950 سنة نوح عليه السلام ولسه مواصل لحد ما الله سبحانه وتعالى أوحى إليه في القرآن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص الموضوع ده انتهى بعد ده. والله في القرآن قال عنه سبحانه وتعالى، قال عن نوح عليه السلام فما آمن معه إلا قليل. فإنت لقيت زول في المواصلات تونست معه بلغ الدعوة فيه خير بيستجيب، ناس كتار بلغوا دعوة الله بيستجيب، والله الذي لا إله غيره. مشينا منطقة اسمها تندلتي، تكون سمعتوا بها تندلتي. مشينا أنا مشيت مسجد، في واحد أخونا الله يحفظه ووفقه مشى مسجد ثاني، ذاك لما مشى في المسجد يتكلم في المنبر، قال لي أثناء المنبر أثناء ما بتكلم في التوحيد وفصلتها، قال لي انتهيت؟ قال نزلت صليت بالناس الجمعة. قال لي بعد انتهيت لفت واحد لابس كذا لبس متصوف هذا، قال مدمدم بيجاي وبيجاي إلى آخره، كأنه يشتمل الصماء وفيها شنو نهي. قال له أنا شيخ القادرية في المنطقة دي، أنا شيخ القادرية في المنطقة دي. وفعلا قال لي جنبه 7 أنفار محاوطينه. قال لي والله، قال لي يا شيخ جزاك الله خير، والله أنا أول مرة في حياتي أسمع كلام زي ده. شيخ القادرة ده بكون لصقوها في ساية، طبعا المجرم ده بكون فرتق، وده بعده جابوه خدتوه عليهم ربه، لكن كونه يقبل توحيد ودي كذا نحن نزكاها البدع، لكن ده بالذات كونه يقبل توحيد ده خير ولا ما خير؟ خير في النهاية. الشاهد من الكلام ده أنت تتكلم تنشر الخير وتبلغ دعوة الله تعالى وتخلص لله سبحانه وتعالى وترجو الثواب من الله جل وعلا. المسألة الثانية والواجب الثاني على الداعي إلى الله تعالى أن يتعلم. نحن في أمس الحوجة إلى العلم، لأن الله تعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد شرح كتاب التوحيد، قال البصيرة في هذه الآية على 3 أقسام: البصيرة بما يدعو إليه، والبصيرة بحال المدعو، والبصيرة بما يبلغ به الدعوة. انت تكون اول شيء عندك بصيرة بل بتدعو له، ده دار تتكلم في التوحيد، موضوع التوحيد ده تنجده تمام، عارف العقيدة والتوحيد وتبلغ. ما بنقول إلا تبقى عالم بالدين كله، ما بنقول ما بجوز تتكلم في الدين إلا تتعلم الميراث وتتعلم أحكام الطلاق والزواج وفقه العبادات وفقه المعاملات كلها، لا ما بنقول كذي. والرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، لكن اللي بتتكلم فيه ده تكون عندك علم به، دار تتكلم في الدعاء يكون عندك علم بمسألة الدعاء، دار تتكلم في علم الغيب يكون عندك علم بالمسألة دي وبالنصوص وبالأدلة، المهم يكون عندك علم تبلغ الدعوة على علم، وخاصة في زمننا ده، لأنه زمان الصحابة بيقولوا لهم قال الله أو حكم الله بكذا، خلاص الموضوع انتهى، إنه ناس في الصلاة راجعين، جاء رجل قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل علي أن القبلة حولت إلى بيت الله الحرام، الكعبة، للكعبة في الصلاة، حولوا طوالي شنو؟
طوالي حولوا القبلة في ركوع، ما قالوا لن نقطعه ولا قالوا نشوف بعد ننتهي، يمكن الزول ده ما زول ما عاقل ولا يمكن دي إشاعة ساي في الصلاة. طوالي شنو حولوا ديل الصحابة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان للحر ابن قيس وجه عند أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكان من جلسائه، فقال عيينة عم الحر قال للحر: يا ابن أخي إن لك وجها عند أمير المؤمنين فأذن لي بالدخول إليه. فاستأذن فأذن له، فلما دخل عيينة على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. قال: فهم به عمر رضي الله عنه، غضب، فهم به عمر لأنه كان يعطي الجزل ويحكم بالعدل، ولأن هذا الكلام يغضب. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول في القرآن: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: والله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. طوالي رجع محله، بتذكروا بآية. والصحابة اختلفوا في موت النبي صلى الله عليه وسلم، ناس قالوا مات وفارق الدنيا، وعمر بن الخطاب قال: من قال إن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم ضربت عنقه بسيفي هذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا هذا ضع السيف، فأبى. فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فسقط السيف من يد عمر، قال: كأنها أنزلت الآن. والخلاف انتهى. أنا دار أوريك إنه الصحابة ديل كانوا بيتأدبوا مع النصوص، يقولون الآية، الواحد لو عنده رأي قالوا له آية ما كان عارف النص أو ما مذكره، ذكروه طوالي رأيه بخليه بيرجع على الحد. لكن نازك ديلس يمسكهم من طرف شد، إلا من رحم الله. تمسك العامي في العربية تقول: لا غلغونة ده ما بجوز. يقول لك: ليه؟ تقول له: لأنه الله قال في القرآن: ومن الناس من يشتري له الحديث إلى آخر الآية. وتجيب له كلام المفسرين كابن كثير إنه ده الغناء، ما بجوز، حرام. يقول لك: بس ده كلام كنيته. شوف الكلام ده الصحابة ما بقوله، مو جبت له النص خلاص. طوالي: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سورة النور. ده العامي، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تجي تلقى لك واحد أخو مسلم تقول له: يا أخو التوحيد ده ما لازم يا أخو، والناس تبلغ الدعوة لك. طبعا نحن في لجنة المسجد ده قعدنا وقررنا إنه ما في كلام إلا بإذن قبل 42 ساعة، تقول في عملية قبل 42 ساعة. تقول: يا أخي قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم. أذن الله تاري تيزن بتاع شو؟ قل: أنا نحن والله غايته كذا كلام كن دخل ليه. شوف الآية، كلام كن دخل ليه. نحن غايته في اللجنة دينا، وأنا كزول سكرتير ولا الرئيس ذاته، كسكرتير في اللجنة دي، وسكرتير وينه مكتبكم ذاته؟ انتوا ده جامع المكتب وينه؟ وكذا وقررت ده الأخ المسلم كمثال. تمش قدام واحدين بيشبهونا، أنا ماذا ما عارف الوضع في البلد دي شنو، لكن بيشبهونا، واحدين مركز عام، واحدين إصلاح، خليها كذي، واحدين إيه واحدين إيه. تقول لي: يا زول، زولك ده قال بحب داعية الشرك، قال بحب فلان، قال والله
انا بحب البراي ده الهديه وده كيلوا لي يا جماعه انتوا ما انت كيلوا لي باقي اخواننا ديل كيلوا لي الزول ما انا لقيت روحي الموضوع ده كيف بعدين تقول لهم يا جماعه الموضوع ده الله قال في القران لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله يقول لك لا يمكن ما بحبه يا زول بحبه شنو بحبه وقال لك والله انا بحبه ده ذاته العامل شكله زي شكلك واحدين بلخبته والله الذي لا اله غيره وكلها في نهايه الامر ده غير ذاك ابتلتله تقول لي اخمتنا دي الشيخ يقول لك انت مشكلتكم مع الشيوخ شو تقول لي اخمتنا ديو انت الشيخ ده ما تناديه لانه شيخك ده مات والله في القران سبحانه وتعالى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت مش هاي واضحه قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت وزولك ده مات ما تناديه وما تعتمد عليه وكذا يقول لك والله انت وهابيه كان ما سكت وايته العكاز ده بياباكم الناس الان يا جماعه النصوص بقت الا من رحم ربي كثير من الناس ما بيلتفت للنصوص فلا بد من العلم ده غير ناس الشبهات واهل البدع وغير اشياء كثيره جدا واي زول تلقاه عنده شبه اي زول صاحب باطل ولا صاحب بدعه تلقاه في نهايه الامر عنده شبه والله الذي لا اله غيره كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى ونقل ذلك ابن تيميه في الجزء السابع من الفتاوى في كتاب الايمان قال الامام احمد انما ضل من ضل من اهل البدع والاهواء بسبب القياس والاجمال يشيل النص في غير موضعه والقياسات الباطله الى اخره ولا اجمالات في موضع التفصيل وفي موضع التبيين فالمهم الزول يا جماعه يتعلم الناس دي بقت حرب والله الذي لا اله غيره انت واقف في النص ده غريب مجتمع بيشوفك انت غريب تعال لك الدقن يقول لك هسي ده شنو الدقن ده تقول لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم حفوا الشوارب واعفوا اللحم اللحم تعال لك تحت انت مقصر مالك تقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود فما كان اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار يقول لك لا وانتم بتشربوا قاعدين كذي ليه تقول له في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائم يقول لك بس أنا في سؤال دار أسألكم لي إنتوا اختلفتوا ليه تقول لي أخ ما ديلك لخبتوه ونحن شغالين بالنصوص الله يتقبل ونحن زادك عن لخبتنا بنختلف بنبقى زي ديلك لا الناس دي مفروض كلها ما هي مفروض كلها تجي سوا لكن في ناس مشوا بعيد نسوي لهم شو قول لهم تعالوا قالوا لا وداعا ايها البطل بيقوا مارقين هتاني ولا لو تعالوا قالوا لهم بنتفق معاكم وفي اهواء وفي اشياء كثيره كما قال تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم لذلك نسال الله العافيه فيا جماعه المجتمع محتاج يعني كلنا الواحد فينا يتعلم وينشر العلم بين الناس وسوي لنفسك مكتب عشان امشي للنقطه الاخيره وابقى ماشي مهاري جاي ده زالو شيخ مزمل بيجيك بعدين دي خليه لناس الدعم السريع احنا ناس ظريفين شوية بعدين الموضوع ده ما طويل انت اسئله زي دي معلمين بعدين شنو وقال لك انت لازم يا جماعه الزول يسوي له مكتبه الزول يا جماعه في الزمن ده مع التسجيلات الموجوده الحمد لله هو شيء اسمع لمشايخ انا بنصحك باربعه هم كتار لكن في اربعه كذب جيوك تماما ان شاء الله وكلهم اسمهم محمد الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى شفت ده في الحديث ما شاء الله امورك وغير الحديث والشيخ محمد امان الجامي ده مسائل العقيده دي والشبهه اللي انت بتشوفها الان كثير من الناس بتسمعها ان شاء الله الموضوع ده كله بتلقاه في التسجيلات موجوده والشيخ محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى مسائل المنهج وغيرها من المسائل الناس بتستفيد والناس محتاجه للفقه كشرح بلوغ المرام فالناس تسمع للشيخ محمد
صالح العثيمين رحمهم الله جميعا وحفظ الأحياء منهم أو الحي منهم. فيا جماعة الناس استمع ويكون عندك مكتبة بقى، ممكن زول داعي يا جماعة يكون بيته كله ما فيه صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا كتب السنة ولا كتب المنهج ولا كتب العقيدة ولا كتب اللغة ولا باقي الكتب، كل مرة لقيت لك قريشات بدل تضيع زمنك وتمشي تشتري لك في حاجات، في ناس قدر ما تلاقي تلاقي محل الطواقي بس، دي ظريفة ودي ما ظريفة، يا أخي اشتري لك كتاب بتستفيد، ولا تلقاه عمة ولا محل الهدوم. واحد من اخواننا قال لي عندي 50 جلابية، انت لو كذا انا ذاتي قربت اشوفه 50 50. قلت له بس انا دار اسالك سؤالين، اول شيء ديل بيتم من 200 وبتغسل 200، يا معقولة يا جماعة؟ زول هذا الله اداك قريشات اشتري كتب وفوائد وعلم والى اخره، وبعد ذاك انشر بها الخير بين المسلمين. اما المسألة الثالثة ودي ان شاء الله اخواننا يجوا برضه يفصلوا فيها، أن الواجب على الداعي إلى الله تعالى أن يعمل بعلمه، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ينسب عنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأنا في ختام كلمتي هذه أشكر الجميع على حسن الاستماع، وأشكر أهل هذا البيت والإخوة الشباب الجو يسمعوا، وأخونا برضو بتاع الساون، جزاكم الله خير والسلام.